لا لا والله بالعكس، اكيد اكيد طبعا الواحد حزين مش لحاجه غير ان يعني اديني حقي، وقلناها قبل كده اديني حقي وبعدين انا مش حاطه بحاجه تانية. اخطاء كتيره بتتحول لكوارث، ولا يمكن ان احنا ما نبتديش بهذه النقطه. الحل وقبل الحل ايه اللي بيحصل؟ وانا جايب الفار علشان يبقى في نوع من عدم يعني الشفافيه او الظلم، وشفنا حاجات بتحصل بعد ما الماتشات كمان بتنتهي يقول لك كان في مش عارف ايه في الدقيقه كام. هو في ايه؟ هو في مش نيه مبياته فقط، يعني في حدث ولا حرج، يعني بيتفرجوا على مؤسسه بتشتغل بكل خطوطها بكل إمكانياتها بكل تفكيرها بكل جماهيرها بكل أمنياتها، ناس بتشتغل، والناحية التانية ناس بتهد، ناس ما عندهاش ضمير، يعني مفيش أكتر من كده. ما تفضل سنة بحالها أو من سنين كمان وأنت بتتحارب على قصة لا لابد أن يكون في حكام أجانب كويس، والأهلي طالب في بيان في يعني الأخير عشان يبقى فير بلاي، يعني احنا بنطالب بفير بلاي مش بنطالب تكافؤ فرص بس، لا ده فير بلاي. يعني وايه الاستفزاز ده؟ انا مش اهلاوي ولا زملكاوي في رؤيتك ولا اي، انا مشاهد عادي كده بتفرج. ايه انت بتستفز اللي بيتفرج ليه؟ يعني لو واحد قاعد من بره كده بيقول الله الكره دي جون الكره دي بينالتي، انت بتستفزني ليه؟ حتى انا كراجل عايز استمتع بالمباراه، انت ايه الفعل الفاعل الفاضح؟ أيوة. اللي انت بتعمله ده فعل فاضح. طب لمصلحه ده مش اول ماتش، حلو التشبيه ده، ده فعل فاضح والله. ده في ماتش كريم للمنافس بيلعب المصري في اسكندريه، الماتش خلص خلاص ايوه، فكان في لعبه مشكوك فيها من دقيقتين عدت عليها الكوره بعد ما الماتش خلص، بعد ما الماتش خلص هيصفر خلاص، قال له لا تعالى هنا الحقني ده في كوره مش عارف ايه بينالتي، راح شافها ورجع ادى قرار بينالتي ماشي ولا ليا دعوه انا. بس الفار ايه؟ صحح في ديلي غريب وعمل ريبلاي للكوره وراح انا ما كنتش عايز اكتر من كده امبارح. ايوه يا عم هات الكوره، الراجل حط رجله الاولانيه على الخط ورجله الثانيه نص متر جوه الجون، بيطلع كوره من جوه الجون نص متر، يعني ايه انت مش شايفين الحاجات دي كلكم؟ طب اللي بيحصل ده بيحصل ليه وفي مصلحه مين؟ في مصلحه مين؟ في ضدنا. مصلحه مين؟ مصلحه اي حد، ما هو الدوري ده او اي بطوله الاهلي مش عايزها اي حد ياخدها. كويس؟ لما انت مش يعني مش هتاخدها هو انت باللي تعمل فيك ده كله، ما اي حد ياخد الدوري بقى خلاص مش مشكله. كله عايز يجي يشوف انت ازاي بتاخد كل البطولات وبتاخد كل الاضواء وبتاخد كل حاجه بالعافيه بقى، هي عافيه بقى وسوشيال ميديا وصوت عالي والكلام ده، واحنا عمرنا ما هيبقى صوتنا عالي، احنا بنشتغل، احنا مش فاضيين للمهاترات دي، لا مش فاضيين حقيقه، ولا هنعمل ولا هنروح للشكل ده، بس بننجر لده ولا هتنجر. انت بيبقى عندك ناس المفروض الناس خلاص بقت كلها بتتكلم، يعني انت فاهم ازاي؟ او انا مثلا دلوقتي بقيت بتكلم، انا ليه اتكلم ولا ليه اقول لك انت راجل خاطئ؟ انت بتخطأ ليه اصلا؟ ايه اللي ليه هيعود عليك غير اللي انت بتسمعه دلوقتي ده؟ غير ضميرك فين؟ انا مش فاهم. كرة جول، احنا ما بنتكلمش، ده المنافس دخل فيه جول وما اتحسبش بطولة افريقيا وخد البطولة كويس؟ ومفيش حد فينا اتكلم، دي بطولة ما حدش فينا فتح بقه. انما انا النهارده كل ماتش كده، كل ماتش يتلغي لي جوال جولين، وكل ماتش كل ماتش ضربتين ثلاثه جزاء بالظبط، انا بلعب من غير الفار، طب والفار ضدي انا بس ولا ايه؟ طب ما تلعبوا بقى ثانيه واحده، طب ما احنا ننزل نلعب 10 من اول ماتش تكافؤ فرص، يعني انتوا شايفين الاهلي جامد قوي كده؟ طبعا جامد عليكم الاجابه تبقى خلاص، العبوا انتوا 12 واحنا 11 لا انتوا بتلعبوا 15 واحنا 11 ازاي يا كابتن بنلعب 15؟ ما انت والحكم والفار اربعه يبقوا انتوا 15 اعد لكم بقى الباقي اللي بيفضل يجعجع من بره ويفضل يتكلم. يعني ما انت بتساليني انت مالك جاي النهارده؟ انا جاي ولا ليه دعوه بالدوري ولا انا مشاهد عادي جدا بتفرج مستفز. صحيح. الله دي الكوره دي جون، ولو على فكره والله ثلاثه لو على فرقه ثانيه برضه ساستفز. يعني المبدا واحد، المبدا واحد بالنسبه لي الكوره دي جون، ازاي ما تتحسبش؟ صحيح.